أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج صحتكم أمانة. جسم الإنسان يحتوي على الكثير من الغدد، ولكل غدة وظيفة معينة ضمن المنظومة اللي يعمل بها الجسم، والبروستاتا هي وحدة من هذه الغدد وموجودة عند الرجال، وهي المسؤولة عن صناعة السائل القلوي اللي شكل حوالي 30% من حجم السائل المنوي. والكثير من الأشخاص اللي تجاوز عمرهم 50 عام تعرضوا لالتهاب في البروستاتا، واليوم في هذه الحلقة من برنامجكم صحتكم أمانة بنعرف أكثر عن هذه الغدة وليش يحدث فيها التهاب بنسبة كبيرة، وشو هي الأعراض وطريقة الوقاية من أي التهابات فيها. بنرحب في ضيفنا العزيز دكتور زهير سكافي، استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم. نرحب فيك دكتور. يا أهلا وسهلا. الله يحفظك يا دكتور. موضوع البروستاتا عند الرجال، إذا تكلمنا ذكرنا بعض، يعني نحن في المقدمة قلنا وظيفة معينة، ولكن إذا تكلمنا نحن وجود البروستاتا في جسم الرجل، الغدة هذه موجودة أو عندنا نحن البروستاتا، شو وظيفتها عند الرجل؟ طبعا غدة البروستات هي موجودة أسفل المثانة، حجمها صغير حجم الجوزة، يعني في العمر اللي ما هو متقدم، ويمر في داخلها مجرى البول، وأيضا تفتح فيها القنوات المنوية. شو الوظيفة الرئيسية؟ مثل ما تفضلت أنت، تقريبا 30% من السائل المنوي يكون من الغدة البروستات، ووظيفة هذا السائل هو يساعد على نقل الحيوانات المنوية وبنفس الوقت تغذية الحيوانات المنوية. زين، الغدة هذه يعني هل تنمو كنمو طبيعي مع الإنسان؟ يعني مثلا منذ الولادة الغدة هي تنمو معه، ولا في عمر معين يقف نمو الغدة؟ الحقيقة هي الغدة أول مع العمر الصغير تكون صغيرة جدا، نعم، بعد سن 50 تبدي تكبر نتيجة الاختلال في توازن الهرمونات الذكرية عند الرجل، تبدي تكبر، بس ما في قاعدة معينة، يعني كل شخص يختلف عن شخص ثاني. كل ما يتقدم بالعمر كل ما الحجم يكبر والأعراض تزداد. زين، قبل ما ندخل نحن في مشاكل البروستات، خلنا نتكلم عن الشخص اللي لازم يروح يفحص ويشيك، يعني إنه بالفعل حاليا أنا لازم أروح أفحص عساس أني أتجنب مشاكل البروستات. في أي عمر لازم الواحد يروح يفحص؟ هو المفضل يكون بعد سن 40، يعني خلينا نقول من 45 فما فوق، يحتاج سنويا بشيك حجم البروستات، وظائف الكلى، وفي إنزيم يسموه PSA، هو إنزيم ينفرز من البروستات، هذا يصعد إذا في حالات تضخم البروستات، التهاب البروستات، ولا سامح الله سرطان البروستات. المفروض هذا ينعمل سنويا، لكن اللي عنده أخ أو أب، يعني قرابة درجة أولى مصاب بسرطان البروستات، لازم نعمل هي كل 6 أشهر، يعني جينيا، يعني لازم نحن نركز في المسألة الوراثية. هي مو وراثية بس عائليا تكون عائلية موجودة. تكون زين دكتور، ليش الغدة هذه تتعرض؟ يعني ممكن نقول شو السبب اللي يخلي الغدة هذه تتضخم؟ هل يعني في مثلا قصور من جانب الإنسان نفسه، ولا أي واحد ممكن يصل سن 45 يكون معرض لتضخم البروستات؟ تضخم البروستات هذا لابد منه. لابد. إيه. نعم. يعني مع العمر قلنا نتيجة الاختلال في توازن الهرمونات الذكرية تبدي تكبر. أوكي. لكن بالنسبة للالتهابات والكانسر في أشياء ممكن تساعد أنه واحد يتجنبها، مو يتجنبها، إنه يقلل من حجمها. زين، خلينا نحن نركز على مسألة تضخم البروستات. نعم. حاليا تضخم البروستات، شو التغيير اللي يحصل عند الشخص نفسه؟ هل يبدأ يحس بأعراض معينة؟ إذا تكلمنا عن تضخم البروستات، هل في عمر معين، أو ممكن مثلا العمر هذا يطول إذا أنا اتبعت إجراءات معينة منذ الصغر؟ يعني مثلا إذا كان عمر على عمر 45 التضخم ممكن يحصل، إذا أنا بطوله خليه 50، هل في أشياء وقائية أعملها في حياتي؟ من ناحية التضخم ما تقدر تعمل شيء. ما تقدر. بس في ناس يبدي عندهم الأعراض من عمر متقدم من 40، في ناس لا، يعني تقريبا خلينا نقول اللي عمرهم 60 سنة، تقريبا ثلث الرجال اللي عمرهم 60 سنة عندهم أعراض التضخم البروستات، بس كل ما يتقدم العمر من يكون 80 فما فوق يكون أكثر من ثلثين من عندهم عندهم أعراض تضخم البروستات. شو الأعراض دكتور؟ الأعراض هي أولا كثرة عدد مرات التبول، وخاصة أول ما يبدأ في الليل يشوف المريض يروح للحمام مرات متكررة.
ثانيا الشعور بالإلحاح، يعني ما يقدر يمسك البول، لازم يروح بسرعة. بعدين صعوبة بالبدء، بدء التبول، بعدين ضعف التيار البولي، تقطير بنهاية البول. فهذه هي من أهم الأعراض اللي تبدي بها تضخم البروستاتا. إذا دكتور في حد يقول لك في شيء يسمونه المثانة العصبية، أن واحد يبدأ يتبول بشكل سريع، كيف أفرق بين تضخم البروستات وبين مسألة المثانة العصبية اللي ممكن تأثر، يعني وانت بكرامة سرعة التبول ويبغي يروح الحمام ويقوم بالليل، كيف أفرق ما بينهم؟ طبعا أولا العمر مهم، يعني في مثل مريض يجينا عمره 30 سنة وعنده هاي الحالات، فنشك أنه قد تكون مثانة عصبية أكثر ما هي نتيجة تضخم البروستات، لأن تضخم البروستات لفترة طويلة يؤدي إلى مثانة عصبية أيضا، لأن هاي الأعراض اللي هي عدد مرات التبول زيادة والأرجنسي اللي هي الحاح بالبول هي نتيجة مثانة عصبية نتيجة الانسداد أو نتيجة التضخم البروستات. هذه إحنا نميزها بواسطة فحوصات، أولا حجم البروستات، نعمل أيضا نقيس التدفق البول، قوة تدفق البول المتبقي كم، وفي بعض الأحيان نضطر نعمل قياس ضغوط المثانة، عندنا جهاز نسميه يوروداينامك ستدي، ندخل قسطرة في المثانة ونمليها، وفي عندنا كمبيوترايزد ماشين تقيس لنا تغيرات في ضغوط المثانة وأيضا أثناء الملء وأثناء التبول. والصمامات ما لها أي يعني؟ لا، هذه بيعطينا فكرة واضحة. نعم. هل هو سبب تضخم البروستات أو هو أصلا مثانة عصبية؟ طبعا أشخاص كثيرين أصيبوا بالتهاب البروستات وحالاتهم ما كانت خطيرة وتم شفائهم بعد مراجعة الطبيب المختص، لكن في بعض الحالات تكون الإصابة خطيرة وممكن تؤدي إلى مشاكل غير مرغوبة. شو هي الحالات اللي تشكل خطورة إذا أصيب الشخص؟ مشاكل البروستات، شو المشاكل اللي ممكن تتعرض لها الغدة هذه؟ أوكي. غير التضخم اللي ذكرناه. أولا التهابات البروستات هي أحد المشاكل اللي تصيب أي عمر لحد 50 أو حتى بعد 50 ممكن. ولكن الإصاب. من أي عمر؟ من عمر 20 فما فوق. فعنده معرض يعني حتى. معرض يعني. ففي التهابات نقدر نقسمها لعدة أنواع. الالتهاب الحاد. وهو عادة ما يكون جرثومي ومعظمه يكون نتيجة ممارسات جنسية خاطئة، هذا يؤدي إلى حرارة عالية، صعوبة بالتبول، حرقة شديدة في البول، أيضا يعطي أعراض مثل أعراض الإنفلونزا. طبعا هذا يحتاج إلى تداخل سريع وبواسطة المضادات الحيوية عن طريق الوريد، وأيضا نعطي أدوية اللي تساعد إنه تساعد المريض إنه يفرغ المثانة بشكل يسموه ألفا بلوكرز. زين. أوكي. معظمهم يحتاجون دخول مستشفى ومضادات بالوريد لأنه تكون حادة وحرارة عالية. نعم. النوع الثاني هو المزمن الجرثومي، يعني التهاب البروستات الجرثومي المزمن. نعم. هذا النوع يكون نتيجة وجود بكتيريا، أما البكتيريا ما تعالجت بصورة صحيحة أو نتيجة تكرار الالتهابات فتصير مزمنة.
مشكلة البروستات أنها محاطة بنسيج ليفي، فالمضادات الحيوية صعب توصلها بتركيز عالي. بالحالة هذا أيضا نحتاج أن نعطي المضاد الحيوي، بالحالة هذه نقدر نعطيه عن طريق الفم، بس لازم نعطيه أيضا فترة طويلة قد تمتد إلى 6 أسابيع إلى شهرين، وأيضا نعطي معه الأنتي إنفلاماتري اللي هي مضاد الالتهاب، مضادات الالتهاب، والأدوية اللي توسع أنف المثانة داخل المريض، لأنه مجرى البول يمر في داخل البروستات، فأي تغيرات فيها تأثر على تفريغ البول، فهاي الألفا بلوكر تساعد المريض. أوكي. في الحين طريقة جديدة حتى نقدر نوصل تركيز عالي من المضاد الحيوي للبروستات، وهي الإكسترا كوربوريال ماجنتيك ويف. هو عبارة عن كرسي في موجات مغناطيسية تتوجه على البروستات، وبنفس الوقت نعطي مضاد حيوي بالوريد، وهذه تؤدي إلى سرعة دوران الدم في داخل البروستات، لذلك يدخل كمية كبيرة، وأيضا تعمل نيورو موديوليشن، تأثر على الأعصاب المحيطة بالبروستات فتقلل الآلام. ونتائجها ممتازة، ومعظم المرضى يحصلون نتيجة شفاء جيدة من هذا الموضوع. زين، تكلمنا عن الالتهابات والمشاكل الثانية دكتور. بعد في مشكلة ثانية اللي هي قبل ما ننتقل، هو الالتهابات البروستات الغير بكتيرية اللي تسبب آلام يسموها متلازمة آلام الحوض، أيضا هذه تتكرر بين فترة وفترة وتكون أيضا مزمنة، وعلاجها تقريبا نفس العلاج الثاني، لأن تستجيب للمضاد الحيوي حتى ولو ما في جرثوم. وأيضا نقدر نستعمل الأشياء اللي خبرناك عنها بنفس علاج هذه الحالة. زين، ندخل في المشاكل الثانية دكتور. خلصنا نحن مشاكل الالتهابات اللي ممكن تحصل عن طريق مثلا جراثيم، طبعا البروستات من غير التضخم، من غير الالتهابات طبعا ممكن الخلايا اللي موجودة تتعرض إلى سرطانات مثلا، بالضبط، أورام بالضبط. فكيف تتعاملون مع المسألة هذه؟ أول شيء نجي على التضخم الحميد. احنا قلنا التضخم الحميد وحكينا عن أعراضه، هناك أيضا علاجات له، وهي الألفا بلوكر، وفي أدوية بتقلل حجم البروستات، بس مرات مع الأدوية هذه المريض ما يحس بالتحسن، أو تبدي يصير عنده مضاعفات اللي هي التهابات البول المتكررة نتيجة عدم التفريغ، فيبقى كمية كبيرة من البول وهذا يكون راكد ويسبب التهاب. الشيء الثاني، هذا الالتهاب قد يوصل، هذا التضخم قد يوصل إلى انحباس البول، يعني المريض ينحبس عند البول بصورة كاملة وما يقدر يتبول، أو مرات إذا انترك فترة طويلة قسم من البول يرتجع على الكلية ويؤدي إلى التهابات الكلية، وبعدين حصل مثانة، واحدة من الأشياء المهمة اللي تصير بالمريض اللي ما يستجيب للأدوية. بالحالة هذه لازم نجري استئصال البروستات. عندنا عمليات كثيرة، أما بالمنظار عن طريقة الكهرباء يسموه جرف البروستات، في عندنا الليزر نقدر نشيلها، في الحالات الكبيرة نقدر نفتح فتح ونشيل البروستات، بس بالوقت الحاضر في طريقة جديدة جت سليمة جدا، صار لها 5 سنوات تقريبا، هي حقن البروستات ببخار الماء، يسموها رزيوم هاي البروسيجر. المريض يدخل، نقدر نسويها اندر سيديشن، يعني تخدير، او تخدير موضوع يعني بسيط، تخدير بسيط. نعم. العملية تطول 5 إلى 10 دقائق، ما فيها أي دم، هو عبارة عن جهاز يحقن البخار بالبروستات، نخلي قسطرة كم يوم بعد البروسيجر والمريض يقدر يروح للبيت نفس اليوم، ونتائجها ممتازة تشبه نتائج الليزر بس بدون أي مضاعفات. والحلو فيها أنه ما تأثر على القضايا الجنسية، على الانتصاب أو على القذف، لأن معظم العمليات السابقة تسبب قذف مرتجع. هذه من ناحية التضخم الحميد. أما من ناحية سرطان البروستات، إحنا مثل ما خبرناك أنه كل ما يتقدم المريض بالعمر كل ما قابلية حدوث السرطان تكون أكثر، وأيضا المرضى اللي عندهم family history، يعني عندهم أحد بالعائلة من درجة أولى، أخ أو أب، هذول عندهم قابلية يكون ضعف الإنسان العادي أنه يصابون بسرطان البروستات.
والمشكلة بسرطان البروستات هو يكون في بدايته يكون بدون أعراض. لذلك احنا ننصح المريض من عمر 45 فما فوق انه يراجع سنويا لفحص البروستات، والفحص يكون عن طريق البي اس اي والالترا ساوند، وايضا عن طريق الفحص بالاصبع لانه عن طريق فتحة المخرج حتى نحس اي تغيرات بالبروستات من بدايتها، ونقدر نعمل علاج يكون شافي للمريض. وإذا تركت لفترة طويلة فمرات ينتشر يروح للعظام فيسبب آلام بالظهر، آلام بالرجل، أو مرات يسبب يسكر مجرى البول ويسبب دم بالبول أو صعوبة بالتبول. وهذه هناك الفحوصات اللي غير البي اس اي نعمل احنا عادة ألترا ساوند، نعمل ام ار اي، وإذا شكينا نعمل خزعة من البروستات، وبعد ما يتأكد انه وجوده نعمل ستيجينج نشوف وين واصل البروستات في بات سكان، في سي تي سكان، في اجزاء كثيره، اجزاء يعني كثيره نعملها الى ان نوصل ونختار العلاج المحدد. دكتور، العلاجات المنزليه هذه اللي موجوده اللي يعاني من الم يقول لك في البروستات انا باخذ علاج منزلي، بعمل علاج منزلي، هل العلاجات مجديه هاي؟ اعشاب وما شابه ذلك ويشرب؟ طبعا كثير من الادويه هي مشتقه من الاعشاب، بس يعني اذا احنا المهم انه نتاكد انه ما في شيء خبيث، لانه الاعشاب ما راح تعالج الشيء الخبيث. نعم، فكل ما انه المريض يجي من وقت نقدر نشخصه ببدايه المرض كل ما يكون نتيجه العلاج افضل طبعا. وبالاضافه الى معرفه اسباب التهاب البروستاتا وطرق علاجها وبالادويه اللي يوصفها الطبيب المختص، ممكن يعني يتبع بعض الأشخاص العلاجات المنزلية اللي ممكن تفيد في حالة التهاب البروستات، ولكن أيضا بعد استشارة الطبيب. يستأصل أو تستأصل الغدة هذه نفسها، هل الأثر بيكون في يعني في أثر على المريض ولا لا ما بعد استئصال غدة البروستات؟ في نوعين من الاستئصال للحميد، يختلف من الاستئصال في حالة السرطان. الاستئصال الحميد تعتمد على نوع العملية اللي نعملها، مثل تجريف أو بالليزر، معظمها تسبب قذف مرتجع، يعني المني يرجع للمثانة ويطلع مع البول. أوكي، وأيضا تأثر بشيء بسيط على القابلية الجنسية، لكن هاي الطريقة الجديدة اللي هي استعمال الحقن بالبخار شفناها أنه ما تأثر على قوة الانتصاب ولا تسبب قذف مرتجع، تقريبا 3%، بينما ذيك الحالات تقريبا 80% تسبب قذف مرتجع. فهذه من ناحية الحميد. أما من ناحية سرطان البروستات، هذه نسميها راديكال، نشيل البروستات كلها ولو احنا نخلي الأعصاب اللي مسؤولة عن الانتصاب، بس عادة تتضرر أثناء العملية أو إذا كان السرطان طالع خارج البروستات، فمعظمهم
راح يعانون من ضعف جنسي. زين، مسألة دكتور نمط الحياة أو تكلمنا عن الأكل ولا شيء، في أثر على غدة البروستات ولا ما في يعني؟ طبعا عادة بالغرب نشوف سرطانات البروستات أكثر مما هنا نتيجة طبيعة الأكل مالهم. فالأكل اللي فيه فايبرز كثير، لحوم قليلة، هاي الساتوريتد فاتي أسيد أقل، مهم لصحة البروستات. أيضا الخضار، الفواكه، الرياضة، السمنة تأثر كثير على البروستات. وأيضا في مثلا زنك، ما هذه كلها السوبال ميتو، حب اليقطين، كلها هاي بتساعد على صحة البروستات. التدخين؟ التدخين مضر كل مكان. الله يحفظك دكتور، شكرا جزيلا على نصائحك القيمة. طبعا أعزائي المشاهدين، نحن نشكر دكتور على هذه النصائح. نحن ما نقدر نقول أكثر من جملة واحدة، أن الوقاية خير من قنطار علاج. يعني المطلوب من كل رجل لما يوصل إلى عمر معين أن يذهب ويقي نفسه عن طريق مجرد بعض الفحوصات اللي ما بتكلف الكثير، ولا الوقت بيكون جدا بسيط، مجرد زيارة بسيطة بتقي مشاكل ممكن تضره لاحقا. طبعا من صحتكم أمانة، نحن نتمنى لكم كل صحة وعافية، وتابعونا في الحلقات القادمة.